لو صغير أو كبير بيخاف، مش لازم الخوف يكون من حاجة ملموسة بتتشاف. في خوف أم على ابنها من أي شيء يصيبه، خوف أب من بكرة وقلقه على رزقه ونصيبه، خوف الطفل من الضلمة والعفاريت، خوفه من مامته وباباه لو كسر أي حاجة في البيت، وخوفنا كلنا من ربنا يوم الحساب. وهل الخوف ليه علاقة بفكرة الثواب والعقاب؟ يعني لو خوفنا من شيء هيخلينا نعمل له 1000 حساب؟ أكيد في حلقتنا النهاردة عن الخوف هنعرف لكل أسئلتنا جواب مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي. أكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور عبد الناصر أهلا بحضرتك ومنور. يعني في اللي بيخاف من الضلمة، في اللي بيخاف من العفاريت، في اللي بيخاف من بكرة، في اللي بيخاف من المستقبل، في اللي خاف من حاجة حصلت له امبارح وخايف لا تحصل بكرة. في درجات كتير جدا من الخوف، ويمكن أهمها واللي احنا بنقول عليه خوف مطلوب هو خوفنا من ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نعرف الأول إيه هو الخوف. الخوف هو الفكرة إن احنا في الطب النفسي عندنا في حاجة اسمها المشاعر الأساسية. المشاعر الأساسية دي على فكرة اللي هو اللي بيتولد بيها الإنسان من أول ما يبقى طفل صغير خالص لغاية ما بيموت. المشاعر دي ثابتة، يعني في أنواع من المشاعر المختلفة، لكن في مشاعر بسموهم اللي هي الفاندمنتال ايموشنز، الحاجات الطبيعية، المشاعر الأساسية. الغضب، الفرح، الحزن، الخوف، دي حاجات أساسية في حياتنا. يعني كلنا بنعدي، يعني كلنا لازم نشعر بهذه المشاعر. يعني الانسان ما بيخافش خالص ده عنده مشكله. الشخص اللي بيقول انا ما فيش حاجه بتخوفني وانا ما بخافش من حد، هل ده ممكن يكون اكتر حد بيخاف مش مثلا؟ لا مش لازم يكون بيخاف من حد، ممكن يكون خايف من حاجه. اقصد كده يعني اللي ما عندوش خوف خالص ده حاجه مش طبيعيه. يعني الخوف مكون اساسي من مكونات النفس البشريه، ودايما بحب انا اقول الرباعيه بتاعت صلاح جاهين جميله جدا عن الخوف. بيقول لهم سهير ليالي وياما لفيت وطفت، وفي ليله كنت راجع قمت شفت الخوف كانه كلب سد الطريق، كنت عايز اقتله بس خفت وعجبي. يعني حتى احنا بنخاف من الخوف نفسه. هو الخوف هو المشكله مش الحاجه اللي احنا بنخاف منها، خد بالك، لان الخوف فاريبل نسبي. بمعنى ايه؟ ان انت ممكن تكوني بتخافي من الكلب وانا بحب الكلاب. يعني المشكله مش في الكلب، المشكله في البرسبشن بتاع، في ادراكك انت. هي بتبقى المشكله في الشخص نفسه بالظبط، في ادراكك انت لمعنى الخوف. يعني في ناس بتخاف من الفقر مثلا، عندها مشكله جامده جدا مع الفلوس عشان كده بيبقى بخيل. في واحد تاني ما يهموش خالص الفلوس عشان كده بيبقى كريم. صحيح. وبالتالي الخوف هو مشاعر انسانيه اصيله موجوده عند كل الناس. امتى الخوف بيبقى مفيد وامتى الخوف بيبقى ضار؟ لازم نخاف عشان نتقدم. يعني انت لو مش خايف على مستقبلك بكره، لو مش خايفة على أولادك مثلا، لو مش خايفة على جوزك مثلا، مش هتبذلي مجهود عشان تحسني هذا المستقبل أو تحسني هذا الزواج أو تحسني علاقتك بأولادك أو تأمني لهم مستقبلهم. يعني الخوف ساعات بيبقى، أو مش ساعات، كثير جدا الخوف الطبيعي، الخوف الفسيولوجي بيكون مهم جدا عشان أداء الإنسان يبقى أحسن. لو واحد داخل امتحان مش خايف خالص أداءه بيبقى سيء. لازم يكون لازم يكون عندك خوف حاجة احنا بنسميها الخوف الفسيولوجي او القلق الفسيولوجي. لان انا ما بخاف شويه بيبتدي جسمي يفرز ماده الادرينالين والنور الادرينالين بتخليني اون فايت، يعني انا مركز اكتر، تركيز احسن شويه، اعصابي اقوى شويه. ده في حاله الخوف، الخوف الطبيعي، الخوف الفسيولوجي اللي هو القلق الفسيولوجي قبل امتحان، قبل مشوار مهم، قبل مقابله مهمه، لازم تبقى خايف شويه. الخوف الشويه ده او القلق الفسيولوجي ده بيفرز زيوت مخيه، مادة اسمها ادرينالين ونور ادرينالين، بتخليك انت اون فايت. اون فايت يعني انا جاهز للمعركة. طب ليه بعض الناس تقول لا ما تخافش وخليك عندك ثقة في نفسك وانت مذاكر و في فرق بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي. الخوف المرضي بيعيقك بقى. ده اللي هو بيوصل الشخص في الامتحان ان يدخل يقول انا نسيت كل حاجة ومش فاكر اي حاجة. بالظبط، يخش بيبقى المايند بتاعي كومبليتلي بلانك، ان انا مش فاكر حاجة خالص. بيخش ان انا لو داخل على انترفيو ما اعرفش اتكلم خالص. بيخليني مثلا انا خايف جدا على اولادي وعلى الفلوس وبتاع، بخيل جدا عليهم واقطر جدا جدا عليهم. يعني بنخش في تصرفات ناتجه عن هذا الخوف المرضي بتؤدي الى نتائج عكسيه. معاكي تليفون. معانا تليفون. مدام جيهان. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي يا مدام جيهان. اتفضلي. اهلا بيكي استاذه لميا، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا احب اتصل ومصره على اني اتصل
لاني عايزه بجد ابدي اعجابي جدا بيكي، وعايزه اقول لك خبر ظريف ان بنتي قررت انها تتحجب لان هي معجبه جدا بيكي وانت بالنسبه لها المثل الاعلى. يا حبيبتي دي حاجه تبسطني جدا طبعا. انا مبسوطه قوي. قولي يا مامي لو هو ده الحجاب يبقى انا لازم اتحجب. ربنا يخليك يا رب. فانا عايزه اشكرك قوي لانك فعلا مثل اعلى لنا كلنا. ربنا يخليكي، ميرسي على كلامك الجميل، وقولي لها مبروك. وحابه اطلب من اداره القناه لو ينفع يعملوا ليكي برنامج تاني، يعني يتقدم في وقت بعد الظهر على مثلا، او يعني على مثلا الساعه 7 على بالليل شويه، بحيث ان نقدر كلنا نبقى متجمعين، لان احيانا بيبقى على بال ما ارجع من شغلي كده، فاحيانا ممكن تفوتني الحلقه فاولادي بيسجلوها لي. ان شاء الله باذن الله، وبتتعاد كمان بالليل تقدري كمان تشوفيها على الاعاده بالليل ان شاء الله. بشكرك يا مدام جيهان جدا. اتفضل يا دكتور. لطيف ان الواحد يحس ان في ناس بتحبه على فكره. طبعا في ناس تخاف جدا انها ما تتحبش. انها ما تتحبش. طبعا. يعني في ناس بيبقى عندها رعب من خسارة الناس. وعلى فكرة يعني في عندنا شخصية اسمها الشخصية الحدية. الشخصية الحدية دي بتتميز من ضمن مميزاتها ان انا عندي فيرز او خوف شيء جدا ان اللي انا معاهم دول يسيبوني ويمشوا. خوف مرضي بان لميا مراتي دي او لميا حبيبتي تسيبني وتمشي. او ان ابني يسيبني ويمشي. وبالتالي ببقى دايما بعمل تصرفات عشان اخليكي معايا. ممكن جدا التصرفات دي تبقى زياده حتى عن كرامتي، عن اخلاقياتي، اعمل اي حاجه، المهم ان انا خايف الناس تسيبني وتمشي. الجزئيه دي بتيجي منين يا دكتور؟ يعني خوف الشخص نفسه على شخص قريب منه تاني، وبعض التهيؤات والتصورات اللي ممكن تجيله في باله، زي ما حضرتك بتقول انه ممكن في وقت من الاوقات هيسيبني ويمشي، ان ممكن اصحى من النوم ما الاقيهوش موجود جنبي، انه ممكن ما يبقاش موجود في الدنيا. لا، مش موجود في الدنيا حاجة ومش موجود جنبي حاجة تانية. يعني فكرة ان انا خايف على حد بحبه قريب منه هو يموت، ده خوف من الموت. ده موضوع تاني. لا انا بتكلم خوف في الدنيا دنيتي انا. يسيبني ويمشي. كتير جدا من الناس اللي ما عندها ثقة في نفسها كفاية يبقى عندها هذا الاحساس. لان اللي ما عندوش ثقة في نفسه كفاية يبقى محتاج حد جنبه دايما يدعم له هذه الثقة. بس فلو انا ما عنديش ثقه في نفسي كفايه ببقى محتاج ان لميا طول النهار تقول لي انت كويس، انا جنبك، ما تخافش، مش هسيبك. احساسي ان لميا هي اللي موقفاني على رجليا ببقى خايف جدا ان لميا دي تختفي. وبالتالي ممكن لميا تعمل فيا اي حاجه وانا موافق، بس تفضل موجوده. عشان كده تبقى العلاقه الانسانيه علاقه معوجه، يعني فيها نوع من الاعوجاج ونوع من عدم الانضباط، وبالتالي كتير جدا من العلاقات دي بتنتهي برضه. كل واحد مش واخد دوره صح. وبتنتهي برضه، يعني برغم الخوف الشديد جدا وبحاول احافظ على العلاقه معاكي، لكن برضه هذه العلاقه بتنتهي. لما تنتهي العلاقه بيكون رد الفعل على الشخص ده ايه؟ في الغالب بيحصل انهيار. في الغالب بيحصل انهيار وبيحاول يتشبث بشخص اخر. يلعب دور لميا وبيعمل معاه نفس الاخطاء هي، وبالتالي بتبقى العلاقات دي علاقات كلها متكرره وعلاقات فاشله. الفكره هنا هي في الشخص نفسه ولا في وجود اي شخص وخلاص بيدي الامان؟ لا، وجود اي شخص. اي شخص بيديك احساس بالمشاعر واحساس بالتواجد. علشان كده بتقع فيه، او الانسان ده او الانسانه دي بتقع فيه علاقات انسانيه متعدده كلها مش منضبطه. لان الهدف مش الشخص، الهدف العلاقه. وده فرق مهم جدا، يعني فرق مهم جدا ان انا اتجوز عشان لازم اتجوز، او ان انا احب عشان لازم احب، وفرق قوي ان انا اتجوز عشان لقيت ان لميا دي ما ينفعش هي دي اللي انا ممكن اتجوزها. يعني فرق كبير جدا ان بتبقى انت بتحافظي على العلاقه او بتحافظي على الشخص. طول ما انت بتحافظ على العلاقه الشخص نفسه مش مهم قوي. لكن لما بحافظ على الشخص القصه بتفرق كتير جدا. الخوف المهم بقى عندنا هو الخوف المرضي. اللي احنا اتكلمنا عليه يمكن قبل كده، يمكن مش مستفاض، اللي هو مرض الرهاب. ايوه، اللي هو خوف مبالغ فيه. يعني في ناس بتخاف من الكلب، اوكي، في ناس بتخاف من القطط، في ناس بتخاف من الصراصير، يعني خوف اللي هو اللي هنسميها الرهاب البسيط. ده طبيعي. ده طبيعي. طب كويس، طمنتني. بس خد بالك، الرهاب الطبيعي بيبقى رهاب طبيعي لو الرياكشن او رد فعل للمؤثر ما تبقاش عالي قوي. بمعنى فين بقى العالي قوي؟ بمعنى ان انا مثلا شفت صرصار ماشي في يعني قرفان كده، لكن شفت صرصار ماشي ابتدي اتنطط واطلع فوق السرير وبتاع والحقوني، لا. يعني لما يبقى رد الفعل مبالغ فيه جدا بيبقى ده دخلنا في مرحله الرهاب. وبالتالي بقى الخوف حسب نوعه، يعني مثلا ممكن انا خايف من السيمبل فوبيا اللي هي بالذات الحشرات والحيوانات. يعني ممكن الناس لو شافت كلب معدي في الشارع يبتدي يعرق كده، يترعش. ده اللي مش طبيعي. يعدي الناحيه الثانيه، يعدي الشارع الناحيه الثانيه عشان بس ما يقدرش يعدي جنب كلب. او جنب قطه او جنب واتفر. ده السيمبل فوبيا. لكن عندنا انواع اخرى من الرهاب. عندنا رهاب المرض مثلا.
ناس طول النهار خايفة تعيا. وده بيجي لنا مكالمات كتير جدا. طول النهار خايف يعيا، طول النهار مثلا يبقى في ممكن الرهاب مرتبط بمرض ما، انا خايف من الكانسر مثلا، او خايف من مرض القلب، او خايف يجي لي جلطه، وطول النهار الخوف ده مسيطر عليه، ويخش يقرا في الانترنت ويخش كل ده علشان خاطر معاكي. لا ما مركزه معاك جدا. طيب. كويس. فالخوف ده خوف مرضي، خوف من المرض ده خوف مرضي. في انواع اخرى من الرهاب. ناخد بقى التليفون. من قلت ان في تليفون مدام اسماء.